مرزوق بركات الدمنهوري. على كده انت مالكش صاحب؟ ايه صاحب دراعي وعم قرش. هتكسر هتكسر هتحرق هنحرق. فين مرزوق؟ الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق. العمل صح عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق. مرزوق مات. يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. ولا على صاحب مش هشوفك تاني. سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي ليلة العيد الثانية عشر منتصف الليل على قناة مصر الأولى.